ديكالي. لليوم يا جماعة باش نحكيو على الخدمة. إيه يا بابا على الخدمة. الخدمة روح الثورة، أساس الثورة، سبب الثورة، بعد الثورة، قبل الثورة، القدام، في العوام اللي تعدات، في المستقبل. مشكلتنا في الحياة هي الخدمة، خاطر بالخدمة معناتها فما فلوس. هذا تفكيرنا البسيط والعادي، لكن أنا نحب نقول كلمة مختلفة على الخدمة. يقولوا العمل العبادة، على عكس برش عباد فاهمين مصطلح الجهاد بالغلط. أنا أقول العمل هو الجهاد. ما لا يا جماعة، أنا أحثكم على الجهاد اللي هو العمل، هاو الجهاد الحقيقي. العمل هو الجهاد الحقيقي اللي يحبه ربي وعباده. وقت اللي البو يقوم الصباح يجري، يقوم من غطاية النوم باش يوفر لقمة أولاده. وقت اللي المرأة الحرة تقوم تحرث الأرض باش توفر لعائلتها أبسط مستلزمات الحياة. وقت اللي الإنسان يسافر ويتغرب باش يحقق ذاته وطموحاته وباش يقرأ ويتخرج ويخدم ويروح بشهادته راسه مرفوع. العمل مش وسيلة باش نوفر بها الفلوس كهو. العمل هو يصنع الإنسان، مش كلام، بالفعل اللي يصنع مجتمعات، اللي يقدم بالبلاد. يكفي أنه الواحد يخدم خدمة بضمير، بشرف، يحب الحاجة اللي يعمل فيها، يحسب المؤسسة اللي يخدم فيها كيني داره، والناس اللي تخدم معها كيني عائلته. يخلق من الضعف قوة، ويخلق ما كل مجموعة البسيطة مجموعة، نقول احنا متاع قوة ومتاع عمل ومتاع انتاج. يحسب المعلومة اللي وصلها مقدسة باش تنفع. يحب الشارع اللي يخدم فيه، الأرض، الإدارة، الوزارة، الشانتي. أي خدمة بسيطة هي المجتمع، هي منفعة ليه. وأكبر عدو للعمل هو الكسل. طبعا الكسل هو أكبر عدو للعمل. كان نخمو في بلادنا، وكان هكا نعمل وقف التأمل ونخمو في كل حاجات اللي نسمعوهم ساعة ساعة. أرجع غدوة مشى يفطر، سكرنا اليوم فيشتا، والأكيد نقضيه على الفوضى. ومش واحد يجي نقوله احنا يخرج ورقة مثلا يضرب جمعتين يمشي ويجي. العمل هو اللي يطور الشعوب. وأكبر دليل بلدان أمنت بالعمل، ما عندهاش خيرات كبيرة، ما عندهاش موارد كبيرة. اليابان، كوريا، بلدان طارت بصناعتها، طارت بمجتمعاتها رغم الكثافة السكنية الكبيرة اللي عندها، لكن العباد تخدم. كالروبوات ساعات يقولوا يخدموا أكثر من 12 ساعة في النهار. فما بلدان يخدموا أكثر من 12 ساعة في النهار. احنا عنا حاجة نموتوا عليها، نموتوا على التبنيك. نحبوا نقعدوا بناكا، نحبوا الراحة، نحبوا القعدة، نحبوا الشيخة، نحبوا الراحة هكيكا، نحبوا النوم. يا أخويا نوم الصباح يقولك في الشتاء محلاها هكيكا. هذيك هي ثقافتنا، كيستاي يحمر يركرك وك الجو هذيك وك الركشة، وتقول له شنو برجرامك. يقولك صاحبي اليوم ركشة تحت البطانية وماتش كورة وجوي أحلى جو. ما يعرفوش اللذة والمطعم والبنة والشيخة والعزة والوهرة والكرامة والفلوس كي تبدأ هابطة وقت اللي أنت تخدم. ما تمشي ليمنا وليسرة كما قالوا ناس قبل، كان بالخدمة. مش صعيب يا جماعة، مش صعيب، مش صعيب حتى طرف. لو كان احنا ناقفوا لبلادنا، لو كان نخدموا على رواحنا، لو كان ناقفوا لبلادنا تولي يابان متاعنا زادة. انت بخدمتك تصنع روحك واسم بلادك في جرتك ومستقبل اولادك، وتصنع حاضر احلى واحلى.